السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله على السريع النهاردة الفيديو بتاع الحاجات اللي بتتسأل في الامتحان يوم العملي، واهم حاجة فيهم كمان اللي هو الكبوت، وايه اللي في الكبوت، وايه الحاجات اللي بتسأل عليها او اللي بيسأل عليها اللي بيمتحن العملي. اول حاجة اللي لما بيسألك عليها وبيقولك بيقول في ايه قدام الكنترول، قولي لي دي ايه ودي ايه ودي ايه. اول حاجة الفاسكتي، وما بيبقوا ثلاثة فاسكتي، اهم حاجة ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي لونها الغطا بتاعها لونها ازرق، دي العلامه اللي احنا خدناها اهو في الكتاب يا جماعه. ده التمبراتوره، دي الكويدو، دي رفريدمنت، يعني درجه الحراره بتاع سائل التبريد. والفاسكوت دي او العلبه دي طبعا بيبقى ليها ماسيمو ومينيمو، اقل حاجه واقصى حاجه زي ما هي قدامكم كده. وطبعا الحد بتاعها ما بيطلعش فوق الماكس ده اللي هو اقصى حاجه، ما ينفعش يطلع فوق منه، يعني بتعملي كنترول ودايما بتكشفي عليه وما يقلش طبعا، لان ده لما بينقص بيعمل مشكله. وطبعا لما الزبيه بتاعه الزرار بتاعه بيقيد او بيشتغل في العربيه، مفروض بالزونيا فيرمارس سبوتو مفروض بتقفي حالا بالعربيه، لان معناه ان في اتشيسيفوس كالدامينتي دل الموتور، يعني في افراج جدا في درجه حراره الموتور، الموتور درجه حرارته عاليه، وطبعا بتبقى خطر جدا وانت ماشيه. طيب بعدها بيقولك في الفاسكت التانية اللي هي دي بتاع الكريستال يا جماعة، اهي علامة الكريستال اللي انت بتمليها بالمية او سائل معين لتنظيف الازاز. والحاجة التالتة المهمة اهم حاجة اللي هو السائل بتاع الاوليو، البريسيونيد الاوليو، احنا خدنا العلامة دي والشارة دي اللي هي عاملة زي المصباح دي، اهي احنا خدناها قبل كده. ده البريسيونيد الاوليو او طاقة الزيت، وبتعملي لها كنترول او بتشوفيه منين، بتشوفي الغطا بتاعها ده كده وبتلفيه كده وبتطلعيها اهي، وبتشوفي مستوى السائل بتاعها فيه حاجه مينيمو وماسيمو، اقصى حاجه اللي هي الحتتين اللي تحت دول، لا يطلع ولا يقل عن هنا ولا يزيد عن هنا زي ما انتم شايفينه كده. وطبعا ده لما النور بتاعه بيقيد او الزراع بتاعه اللوزبيه بتاعه اتشيسا دورانتي لامارشا بردك، مفروض ان انتي بوزونيا في المرس سوبوتو لازم تقفي حالا، معناه ان البريسيون دي الاوليو انسوفيشنت يعني غير كافي، وفي نفس الوقت ايفيتاري جرافي دان يعني تمنعي ضرر كبير جدا ممكن يحصل للعربيه او للموتور، لان طبعا الزيت بتاعها ناقص وده بيبقى خطر جدا وانتي ماشيه. بعد كده الحاجة التانية ده الفلتر ودي الاريا، الفلتر بتاع الهواء اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو ده فلتر الهواء، ودي البطارية اهي، دي علامة البطارية، وقلنا لو هي قادت اثناء ما احنا ماشيين معناها الجنراتوري كورنتي اللي هو المولد الكهرباء نون كاريكاري لبطارية، يعني مش بيشحن البطارية، فلازم طبعا ان احنا نشوف المشكلة فين، او لازم بتبقى عايزة تتشحن، الشحن مش مظبوط irregular يعني غير منضبط. والزيادة ده السائل بتاع الفرامل، الزيت بتاع الفرامل والفاسكتة بتاعته زي ما انتم شايفينها كده. ودي اهم الحاجات يا جماعة اللي بتبقى موجودة في الموتور بتاع العربية او في الكبوت بتاع العربية، وربنا يكتب النجاح والتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله بالتوفيق.